بيراردي، بيراردي في غاية الخطورة، لا بيراردي تسديد، اوه هو ساسولو هو من يفتتح التسجيل عن طريق بيراردي في في بداية الأمر، فيها مرور لبيراردي تبادل الكرات، يا لها من خطيرة، والهدف الثاني يأتي، هدف ثاني لساسولو، يا الله ضربة موجعة أخرى. سيليميكريس كالابريا عرضية خطيرة بالراس 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 بالراس، لا فيديو في هذه اللقطة يا جيرو، مجموعة من الأسماء داخل منطقة جزاء بالراس، الله 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 الله، بيراردي بيراردي عنده بالتأكيد خارطة الطريق، هل يصل إلى المرمى تاتاروشانو، وهنا محاولة وهدف في المرمى، نعم ساسولو يقصو كثيرا على الميلان، يقصو كثيرا، أربعة أهداف أربعة أهداف، محاولة المرور يهيئ لكرة خطيرة تسديدة، وهدف خامس هدف خامس، خمسة يبصم بالخمسة ساسولو عن طريق البديل ماتيوس هنريك، بينما تبنى اسم جيرو في قلوبي وعشاق الميلان، الله 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 الله، هدف يا أوريجي، هدف يدرس.